حينما أنا دخلت المطبخ تعلمت فنون طبخ السمك. الأكل لذيذ ما يتفوت. يا مرحبا بكم في حلقة وين بنصير اليوم. موقعي جميرة وتحديداً مينا جميرة للصيد، واللي يعكس حياة الصيادين الأولية وكذلك يعكس تاريخ الصيد في دبي. طبعاً المكان مكان الصيادين الأولي اللي كانوا فيه يشتغلون ويبون رزق اليوم، وحين لأن نحن موجودين هنا قلنا لازم يكون فطورنا بحري، فإن شاء الله نروح وياكم المطعم. هذا المطعم اللي خبرناكم عن مطعم بقطير اللي موجود عند مينا جميرة للصيادين، وهذا اللي يميزه انه حافظ على بساطته وتقديمه للأكل بشكل متواضع، وسمك مقلاي بأنواعه وطازج، هذا الأهم. طبعاً دخلنا المطعم ولازم نتعرف على قصة هذا المطعم الجميل. معايا عمي مطر راشد الطاير اللي طبعاً كان مؤسس هذا المطعم اللي مطعم قطير. عمي خبري كيف جتك فكرة التجارة هاي، كيف فتحتها؟ ابتديت أسوي براتة مع سمك مقلي، مع ربيان، مع نغارة، مع صالون سردين العومة. الحمد لله مسيرتنا ماشية، مطعمنا نظيف، أكلنا فريش يومياً، السمك نيبة، ما نخلي شيء يبات. انت تنقين سمكك اللي تبينه فيسوونه لك. شو رايك عمي عيال الحين نترقى شو بيكون فطورنا؟ اليوم بيكون فطوركم سمك ان شاء الله. ان شاء الله. شو اي نوع؟ تبون ربيان، تبون شعري، تبون هامور، شو تبغون؟ اللي من ذوقك اللي تشوفه انت. اللي تبون انتم ترقوا ويلا تفضلوا. يلا. شو تنصحني عيال؟ انت اختاري. والميزان موجود. أفضل شيء الهامور سمين. توكل هامور. قلاي السمك ترى مو بشيء هين. أولاً يوم تبون تجربون السمكة لازم تحافظون إن أنتوا ما تفتتون لحم السمكة، والزيت اللي موجود فيها عقب كل قليتين يبدرونها. سلام على مائدة اليوم، الهامور والربيان والشعري. أنا جاهزة صراحة إني أكلهم. يا سلام. التتبيلة ما شاء الله لذيذة، وهذا الشعري المقلاي. طازج لذيذ، وهذه شربة الكاري يقدمونها ويا الأكل والعيش. يا سلام على الأكل. من مطعم بقطير اللي كلنا عنده فطورنا اللذيذ اليوم إلى كفتر الإجازة ويينا عنده عشان نشرب عصير يبرد على الفؤاد. اللي يميز كفتريا الإجازة إنه معروف على شارع جميرة، وصار تميزه في الأسامي الغريبة اللي يسميها، وهو موجود من 1990. طبعاً يسمي العصاير بأسامي غريبة مثل ما قلت لكم، حوار قلب ولا حتى جميرة تايم. لك سلام الرحمة. مشكور مشكور. مبارك عليك شهر. الله يسلم. شو عندك جديد؟
فروت ولا لا عصير؟ عصير اخر واحد واكسين تقريبا ويا التطعيم يعني. ايوه يلا زين. تفضل معك. يا سلام، خلينا نجربه. يا سلام، يبرد على الفؤاد صح، كله توت. هذه كانت طلعتنا الخفيفة اليوم في جميرة، نشوفكم في حلقة ثانية إن شاء الله. طول العافية.